السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مصطفى نجد إسماعيل. إزيكم؟ عاملين إيه؟ عاملين إيه مع مادة الريزرفوار؟ إن شاء الله تكونوا تستفادوا معايا، وإن شاء الله يكون مستواكم بقى أحسن في مادة الريزرفوار. هتكلم النهاردة إن شاء الله في المحاضرة رقم 12 بإذن الله. تمام؟ طبعا زي ما اتعودنا بنختم إيه؟ المحاضرة، كل محاضرة بسؤال، يبقى هنبدأ المحاضرة اللي بعدها بإجابة السؤال اللي كان إيه بقى؟ تمام؟ كان إيه؟ كان عن العوامل اللي بتأثر على إيه؟ على السوليوشن جاز أويل ريشيو. يا ترى رجعتوا على جاز أويل ريشيو ولا ما رجعتوش؟ إن شاء الله إيه تكونوا رجعتوا، وإيه برضو نقول تاني ونفكر بالجاز أويل ريشيو. قلنا ان العوامل اللي بتاثر على السوليوشن جاز اويل ريشيو رقم واحد البريشر، وقلنا ان كميه الغاز اللي بتدوب في الزيت بتزداد مع زياده الضغط، وقلنا رقم اثنين التمبريتشر، ان السوليوشن جاز اويل ريشيو بتتناسب تناسب عكسي، يعني كميه الغاز اللي بتدوب في الزيت بتقل مع زياده درجه الحراره. وقلنا رقم ثلاثة اللي هو composition of oil and gas، قلنا solution بيتناسب تناسب طردي مع الكومبوزيشن بتاع الاويل والجاز، لما تركبهم بيقترب من بعض وبالتالي ذوبان الغاز في الزيت بيزيد. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايه؟ رقم واحد عن معلومة بترولية، رقم اثنين عن الجاز الريزرفوارز، تمام، رقم ثلاثة conclusion، وزي ما تعودنا هنختم بسؤال المحاضرة. نبدأ بقى بمعلومتنا الجميلة. نبدأ بمعلومتنا الجميلة، بتقول ايه بقى معلومتنا النهاردة؟ معلومتنا النهاردة عن أكبر حقل بترول في العالم. أكيد كتير مننا عارفين ايه أكبر حقل موجود بترول، أكبر حقل بترول موجود ايه، تمام، ومكانه فين. عارف عندكم خلفية ولا مش عارفين؟ إن شاء الله تكونوا عارفينه. طبعا أكبر حقل هو حقل الغوار اللي موجود في السعودية. ده بينتج قد إيه؟ بينتج حوالي 60% من إنتاج السعودية، بينتج يعني تقريبا 4.5 مليون برميل. بس في حاجة مش كويسة، إنهم دلوقتي علشان بيحافظوا على إنتاج الحقل ده بيضخوا حوالي 7 مليون برميل مية من ايه؟ من البحر. علشان ايه؟ قلنا حاجة قبل كده، عشان ايه؟ يحافظوا على ضغط البير. وزي ما قلنا قبل كده ان انتاج البير في الاول بيبقى ايه؟ بالبرايمري درايفنج، تمام؟ يعني فاكرين ولا لحقتوا تنسوا؟ بعد كده بقى لما البرايمري ريكفري بتقل وما بقتش بتجيب نتيجة، بنعمل ايه؟ بيبقى في الطرق المساعدة، قلنا زي ايه؟ زي الووتر انجكشن، بيعملوا ايه؟ بيعملوا ضخ للميه عشان ترفع البريشر وعشان تعمل ازاحه للزيت. يبقى اكبر حقل بترول موجود في الغوار في السعوديه، وبينتج حوالي 4.5 مليون برميل، اللي هم بيمثلوا 60% من انتاج الايه؟ السعوديه. نرجع بقى للجاز الريزرفوار ولا ايه؟ نرجع للجاز الريزرفوار. هنتكلم النهارده عن الجاز الريزرفوار. يا ترى فاكرين تعريفه ولا مش فاكرين؟ ان شاء الله تكونوا فاكرين. قلنا ان الجاز الريزرفوار از ذا ريزرفوار ذات كونتينز اونلي ايه؟ اويل ولا جاز؟ اونلي جاز، يعني هو الخزان اللي فيه جازات فقط. ولازم نبقى عارفين ان الجاز الريزرفوار ممكن يبقى فيه ايه؟ ووتر انفلوكس. يعني ايه ووتر انفلوكس؟ يعني انا وانا بنتج للجاز ممكن يبقى فيه ايه؟ بنتج ميه معايا. ليه؟ ممكن الطبقات اللي فوق الخزان يبقى فيها ميه، وبالتالي لما باجي انتج بنتج ميه معايا، تمام؟ تمام. في بقى طريقتين عشان نحسب الـ IGIV اللي هو initially gas in place. ايه الطريقتين؟ فاكرين الطريقتين اللي كانوا في الاويل؟ ايوه فاكرين، طريقه الفوليومتريك وطريقه الايه؟ الماتيريال بالانس ايكويشن. نفس الكلام برضو في الجاز، الفوليومتريك ميثود والايه؟ الماتيريال بالانس ايكويشن، تمام.
قلنا برضو اتكلمنا عن الفوليومتريك بالنسبه لايه للجاز، وقلنا الانيشال جاز ان بليس اللي بنرمز لها بالرمز جي بتساوي ايه 4 3 5 6 0 اي في اتش في الايه في البروستي في 1 ناقص اس دبليو اي على ايه على البيتا جي اي. تمام، قلنا ان الاريا بالايه بالايكرز، وقلنا ان الجي بالايه بالستاندرد كيوبيك فيت، والبيتا جي اي في التكعيب لكل ستاندرد كيوبيك فيت. تمام، وقلنا البروستي ايه فاكرين ولا ايه؟ قلنا البروستي طبعا ملهاش وحده. تمام، وهي عباره عن ايه دايمنشن ليست. طب الانيشال ووتر ساتوريشن بوقعكم تاني اهو ايه دايمنشن ليست برضه ملهاش وحده، لانها عباره ايه حجم الى حجم، وبالتالي هي عباره عن دايمنشن ليست. الاتش عندي ب الفي. تمام، دي الفوليومتريك ليست، وبتعتمد طبعا ايه ان انا بجيب فوليوم اف اتش، وبالتالي بتعتمد على الفوليوم. طب عاوزين نعرف كميه الزيت اللي هنقدر ننتجها. تمام، انا دلوقتي عرفت كميه الزيت الاصليه اللي موجوده في الخزان، عايز اعرف كميه الزيت اللي انا هنتجها اللي هي ايه اسمها جاز بروديوس، بنرمز لها بالرمز ايه؟ بنرمز لها بالرمز جي بي. انا انتجت كميه، تمام، اقدر احدد الكميه؟ طبعا هقدر احددها ان هي الكميه اللي نقصت عندي من الخزان، وبالتالي فهي بتساوي الانيشال جاز اللي هو الكميه الاصليه ناقص الايه الريميننج جاز اللي هي الكميه اللي موجوده او اللي متبقيه في الخزان دلوقتي. تمام، تمام، خدنا لسه ان الجي هتبقى الجي بي بتساوي، هنعوض بكلمه الجي هنا والجي هنا، بس ايه اللي هيختلف؟ ده انيشال كونديشن، يعني البيتا جي اي هنا هتبقى بيتا جي اي، هنا هتبقى ايه بيتا جي. تمام، تمام، وهنا هنضرب برضو 4 3 5 6 0 في ايه في الاتش في البروستي في 1 ناقص اس دبليو اي. تمام، وهنا برضو 4 3 5 6 0 ايه في الاتش. تمام، تمام، نعرف ناخد حاجه مشتركه، نعرف ناخد اللي هي ايه 4 3 5 6 0 اي في اتش في البروستي في 1 ناقص اس دبليو اي. هيتبقى عندي ايه؟ هيتبقى عندي في 1 على بيتا جي اي ناقص 1 على البيتا جي. تمام، من العلاقه دي بقى بنقدر نحسب ايه كميه الغاز الايه اللي احنا انتجناها او الايه المنتج. تمام، اللي احنا انتجناه. في حاجه عايز اتكلم فيها معاكم، حاجه مهمه جدا اسمها ريكفري فاكتور. يعني ايه ريكفري فاكتور؟ هنتكلم عنها في الاول بالنسبه للزيت. تمام، عشان الزيت بتاعنا طبعا هو ايه الاساس. ازاي ايه ازاي اموت اوف اويل ويتش can be produced. تمام، كميه الزيت اللي انا ايه اقدر ادكها to the original oil in place. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي كميه الزيت اللي انا اقدر انتجها الى كميه الزيت الاصليه الموجوده في الخزان. يعني بتعرفني انا هنتج نسبه قد ايه من الخزان ده، مدى كفاءة الخزان ده ان هو هيطلع لي قد ايه من الزيت اللي موجود جواه. وبالتالي فان ال R F ريكفري فاكتور بتساوي كمية الزيت اللي انا بنتجها على كمية الزيت ايه الاصلية N B على N. تمام، طب بالنسبة للغاز هتبقى كمية الغاز اللي بنقدر ننتجها من الايه الريزرفوار الى كمية الغاز الكلية الموجودة بالخزان. معنى تاني شوية الغاز اللي انا هنتجهم من الايه؟ من الخزان بتاعي. فبالتالي فان الريكفري فاكتور للجاز ريزرفوار بتساوي ايه بقى؟ بتساوي جي بي على الجي. تمام قوي. بعد كده ايه بقى؟ بعد كده ايه اللي بيأثر لي بقى على الريكفري فاكتور ده؟ تمام؟ رقم واحد ايه؟ الفلويد بروبرتيز. زي ايه الفلويد بروبرتيز دي؟ زي الفيسكوستي بتاعت الاويل،
وزي الاي بي ار، وزي قلنا ايه السبيسيفيك جرافيتي. تمام، فاكرين الكواليتي انديكيتور اللي بنتكلم عنها؟ ايوه فاكرينها، اتكلمنا عنها في اول محاضره، قلنا اللي هي ايه الاي بي اي والسبيسيفيك جرافيتي، واتكلمنا عن حاجه ثالثه اللي كانت ايه البيتا او. تمام، فالكفر فاكتور بقى بيعتمد رقم واحد على الفلويد بروبرتيز مثل الفسكوستي. كل لما الفسكوستي هتزيد كفاءه الزيت هتقل، وبالتالي كميه الزيت اللي انا هنتجها هتبقى اقل، وبالتالي الريكفري فاكتور بيتناسب تناسب عكسي مع الفسكوستي. كل لما الفسكوستي بتاعت الاويل هتزيد يبقى كميه الزيت اللي انا هنتجها هتبقى اقل. رقم 2 الاي بي اي، وعرفناها ان هي بتساوي 141.5 على السبيسيفيك جرافيتي ناقص 131.5، والريكفري فاكتور بتناسب تناسب طردي مع الاي بي اي. كل ما بتزداد درجه جوده الزيت بتاعي كل ما هقدر انتج كميه زيت اكتر منه. رقم 3 السبيسيفيك جرافيتي، كل ما السبيسيفيك جرافيتي هتزيد الريكفري فاكتور هيقل. تمام. طب ايه كمان اللي بيأثر على الريكفري فاكتور؟ رقم 2 الروك بروبرتيز، الخزان بتاعي تحت ايه؟ عباره عن شويه صخر تمام جواهم ايه؟ فلويدز. تمام، يبقى رقم 2 بيأثر عندي الروك بروبرتيز، قلنا زي ايه وزي ايه؟ زي البروستي والايه؟ البرميابيليتي اللي احنا اتكلمنا عنهم، وقلنا دول من الخواص المهمه جدا للريزرفوار. تمام، قلنا ان الريكفري فاكتور بقى بيتناسب ايه؟ تناسب طردي مع البروستي، كل ما البروستي هتزيد يبقى كميه الزيت اللي هتقدر تسير جوه الخزان اكتر، او كل ما البروستي بتاعتي هتزيد يبقى الفراغات اللي جوه هتزيد، وبالتالي كميه الزيت اللي جوه الخزان اللي هنقدر ننتجها اكتر. رقم 2 ايه؟ البرميابيليتي، الريكفري فاكتور برضو بيتناسب مع تناسب طردي مع البرميابيليتي. طب في حاجه كمان، في حاجه كمان هي ايه؟ الريلاتيف برميابيليتي، فاكرينها ولا ايه؟ فاكرينها وفاكرين الرسمه اللي احنا رسمناها؟ ان شاء الله تكونوا فاكرين، عايزكم كده تعملوا ريفريش على طول ايه للدماغ، نبقى فاكرين على طول، نحاول ننظم دماغنا، نقسم دماغنا بحيث كل ايه اعرف اخزن فيه اكبر قدر من المعلومات. زي ما كل ما الخزان بتاعي الريزرفوار بتاعي بيزيد، كل ما كميه الزيت بتاعتي اللي بنتجها اكتر، بالتالي كل ما هكبر دماغي واخزن فيه معلومات اكتر كل ما هكون ايه اكتر وقيمتي هتزيد. تمام. الريلاتيف برميابيليتي، تمام، رسمنا وقلنا دي ايه الاند بوينتس، وقلنا كل ما الاند بوينتس دي المسافه دي هتكبر اللي هيحصل يبقى كميه الزيت بتاعتي اللي هنتجها اكتر، وبالتالي فان الريكفري فاكتور ايه هيبقى اكتر، وبالتالي الريكفري فاكتور تتناسب تناسب طردي مع الريلاتيف برميابيليتي.